ما زلنا مع سنن ابن ماجه، كتاب الأدب باب الاستغفار. قال المصنف: حدثنا علي بن محمد الطنافسي من الثقات، قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة وهو من الثقات أيضا الأثبات، قال: والمحاربي مقرونا بالمحاربي عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن زياد. قال ابن معين: ليس بي بأس. والدرقني قال: ثقة. والبزار قال: ثقة. ابن شاهين أيضا ذكر في الثقات. عن مالك بن مغول، ومالك بن مغول البجلي أبو عبد الله من الثقات، وثقة ابن معين. وأحمد حنبل قال: ثبت في الحديث. والنسائي قال: ثقة. وقال العجلي: رجل صالح مبرز في الفضل. قال عن محمد بن سوقة الغنوي أبو بكر الكوفي، قال ابن معين: ثقة. قال أبو داود: ثقة. والنسائي أيضا قال: ثقة مرضي. عن نافع وهو أثبت الناس في ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، عن عبد الله بن عمر من العبادة الأربعة من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. وبسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة صاحب المصنف من ثقات الأثبات رواه الجماعة إلى الترمذي، قال: حدثنا محمد بن بشر الفرافصة أبو عبد الله العبدي الكوفي وهو من الثقات الحفاظ وثقة ابن معين وغيره. قال عن محمد ابن عمرو، محمد ابن عمرو بن علقمة بن وقاص من الثقات، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف في قول أنه من الفقهاء السبعة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، أبو هريرة من السبع المكثرين عن النبي الأمين، نعم، بل هو سيدهم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وأيضا عن أبي بردة عن أبي عن أبي عن جدي وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. في الحديث الأول: إنا كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس يقول، وهذه فيها دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الذكر بصوت عالي. هذا فيه دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول الذكر ويسمعهم وهو في المجلس الواحد. وهذا لتعليمهم. وقيل للمرء أن يأتسي به، وهذا ليس بسديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك إلى آخر الآيات. لكنه قال: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال الشافعي: بقي يذكر الله حتى علم أن أصحابه تعلموا خفض بصوته، ولأن هذا هو الأصل المطلوب، لأنه نهى أن يشوش أحد على أحد، نهى أن يشوش أحد على أحد. نعم، فيكون علو الصوت هنا للتعليم، حتى إذا غلب على ظني أنهم قد تعلموا خفض بصوته. قال: كنا نعد عليه أنه يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. هو أتأول قول الله جل في علاه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يقول رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لي ما مضى، وقلنا المغفرة إذا انفردت نزلت تحتها الرحمة، ستر الذنب وعدم العقوبة عليه. وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم، يعني اغفر لي ما مضى وتوب علي والزمني طاعتك فيما يأتي. قال إنك أنت التواب الرحيم، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على الطمع في كرم الله جل في علاه، لأنه عندما أثنى على الله وتوسل إليه، انظر إلى ما أتى به من الأسماء، التواب فعال، صيغة مبالغة، والمعنى أنك تتوب على عبادك مهما استغفروا غفرت لهم. وهذا الذي جاء صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال قام رجل وقال ربي أذنبت الذنب فاغفر لي، قال عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، اشهدوا أني قد غفرت له، وقال عبدي فعل ما شئت ثم استغفرني فسأغفر لك. والحديث الذي فيه بعض الضعف لكن المعنى صحيح. ما أصر من استغفر ولو عاد 70 مرة. قال رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. نعم. قال أنت التواب الرحيم، ومن رحمتك أنك تتوب على عبادك، وتوبة العبد محفوفة بتوبتين من الله جل في علاه، توبة سابقة وتوبة لاحقة، ثم تاب عليهم ليتوبوا، وما تابوا إلا بتوفيق منه، ثم قبلهم سبحانه جل في علاه. وهنا من قوله أنه قال إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، اختلف العلماء في هذا الباب وهذا الاستغفار، فمنهم من قال أن الاستغفار هذا من أجل أن الاستغفار هذا يستغفر الله جل في علاه من أجل التقصير في العبودية، ما أتى بعبادة تليق بحضرة الله جل في علاه، وهذا معلوم متفق عليه أنه ما أحد يقدر قدر الله جل في علاه إلا الله، وتعظيم العبادة مهما عظمت فإنها لا تصل إلى تعظيم الله جل في علاه حق تعظيمه سبحانه جل شأنه، فكان الاستغفار من ذلك، وهذا فيه نوع تكلف، وطبعا هو مخرج على التأصيل العام، وهو القول بأن الأنبياء لا يعصون، وأن المسألة من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، وهذا أيضا فيه نوع تكلف، لكن يستغفر الله جل في علاه من اجتهاد قد أخطأ فيه، يستغفر الله جل في علاه من شيء ذهل عنه، يستغفر الله من وقت لم يذكر الله باللسان، وإن كان القلب حيا يستغفر دائما بذكر الله جل في علاه، ولذلك كان يستغفر إذا خرج من الخلاء، لأن لسانه كف عن ذكر الله جل في علاه، مع أن قلبه لا يكف عن ذكر الله جل في علاه سبحانه جل في علاه. وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. ولذلك قلنا أن الاستغفار من أفضل الطاعات، أسعد الناس صحيفة يوم القيامة أكثرهم استغفارا. وفي الحديث الثالث إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. طبعا لا خلاف بأن العدد الأقل لا يخالف الأكثر، المفهوم غير مراد هنا، العدد الأقل ينزل تحت الأكثر، فتارة يستغفر 70 وتارة يستغفر 100، وهم يعدون عليه 100 الأكثر، وكان غالب حالي أنه يستغفر 100 مرة. نعم. وهذا الحث على أن الإنسان مهما وقع في الطمات إذا ألهمه الله الاستغفار فإنه على طاعة وعلى خير وعلى تقدم إلى الله جل في علاه. الفوائد المستنبطة، الحمد لله على كل حال، فضل الاستغفار. قد يعلن المكلف بعبادته ليأتسي به الناس، حسن المناسبة بين الاسم المتوسل به والحال.